حكينا المحاضرة الماضية إنه أنا في عندي نوعين من الدوال، إيش هما؟ في عندي نوعين من الدوال. خلاص انتهى أمرك. built in function دوال معرفة بشكل مسبق. ودوال أنا بعرفها، كيف بعرفها؟ من خلال الدف. تمام؟ زي ايش؟ انا عندي دوال معرفه مسبقا، print input type float int. تمام؟ دوال انا بعرفها من خلال الدف. تمام؟ طيب، وحكينا المره الماضيه بخصوص الارجمنتس، نعم، معاملات للداله. طلبت منك دالة، تمام، طلبت منك سؤالين، او انه سؤال انه انت يعني انه انت تكتب دالة بتجيب لك اكبر رقم تكتبها بطريقتين. الطريقة الاولى انه انت تعمل فيها مدخلات، والطريقة الثانية انه ايش تسوي فيها؟ من خلال تمرير باراميترز او تمرير arguments، صح؟ تمام. وحكينا انه هي اكتب دالة لتمرير، اما هنا اكتب دالة لادخال طلعت ارقام وطباعة الاكبر. هنا حطيت لك ملاحظة انه بدون معاملات، وهنا باستخدام معاملات. تمام، هي الدالة تاخذ ان واحد وان اثنين وان ثلاثة، وهنا ببدأ اتعامل معهم بشكل مباشر. شوف انا عندي الاستدعاءات كيف. هذا الاستدعاء الاول، تمام؟ الاستدعاء الأول حطيت الأرقام بشكل مباشر، إنه أنا عندي 3 7 2، مفروض يرجع لي هنا الناتج قديش؟ 7، لأنه أنت عندك خلاص الأرقام محددة في الكود. هيجي حدا منكم يقول طب ماشي، هذا الطريقة إنه أنا بقدرش أخلي المستخدم، هذا بس المبرمج بيقدر يعدل عليها، اما المستخدم العادي بيقدرش يعدل عليه، لانه هنا ان انا عندي الكود هي ممكن هذه اغيرها 3 كمبرمج، لكن المستخدم العادي بيقدرش يسوي هذا الكلام. بقول له ماشي، ممكن نعمل استدعاء ثاني. تمام، الاستدعاء الثاني ايش سويت؟ هاي البارامتر الاول ايش سويت فيه؟ استدعيت دالة الانبوت وحولت لانتجر، هاي كوما. تمام، هذا الكلام تخيل لي زي هيك، انا حاطه كله في نفس السطر. تمام، بس ايش حتسوي انت؟ يعني نضلك تروح يمين وشمال عشان تشوفها زي هيك. لا ليش؟ فبالتالي انه انت ممكن هنا البارامتر الثاني تحط المؤشر هنا، تعمل انتر، شايف كيف نزل لك اياه تحت الاولاني، وتروح هنا وتنزل زي هيك. تمام، يبقى هاي البارامتر الاول كوما البارامتر الثاني كوما البارامتر الثالث، ان واحد ان اثنين ان ثلاثة، هاي الرسالة اللي حتطلع للمستخدم، انبوت انبوت انبوت، وطبعا حولتهم لانتجر. في عندي طريقة ثالثة للاستدعاء، هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة للاستدعاء انه المتغيرات هدول اكس واي زد عملت لهم ادخال بشكل منفصل لوحدهم، مش جوا استدعاء الداله. هي الاكس بتساوي انتجر انبوت، واي بتساوي انتجر انبوت، والزد بتساوي انتجر انبوت، ورحت مررت الاكس والواي والزد. تمام، فبالتالي هنا الاكس بتروح لان واحد، واي بتروح لان اثنين، وزد بتروح لان ثلاثه. قديش قيمهم اللي اخذتهم من هنا بالكيبورد؟ في عندي طريقة رابعة للاستدعاء، انه زي الطريقة الاولى، ولكن هنا انت بتحط اسماء المتغيرات، انه هي ان واحد بتساوي 12، ان اثنين بتساوي 7، ان ثلاثة بتساوي 12، هاي ان واحد وان اثنين وان ثلاثة. تمام،
زي ما انت تعمل زي هيك هيو welcome name تمام. فبالتالي انت ممكن تعطي الفاليو هنا الارجمنت مباشرة وهنا نفس الاشي مباشرة تمام. وممكن انت تحط انه welcome النيم هذا بيساوي هذا. هاي البراميتر القيمة تبعته زي هيك. فهذا ممكن يكون مفهوم بالنسبة لك اكتر انه انا استدعاء دالة وفيها باراميتر اسمه نيم هي القيمة تبعته. وهذه الجملة هي نفسها هاي الجملة. يبقى ممكن انت تحط بي او بدون اسم الباراميتر. وهنا اسم الباراميتر بدالة انبوت. وهنا نفس الفكرة انه انت عملت الانبوت في سطر منفصل ومررته. النيم بتساوي نيم واحد. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب هنا في مثال كمان. هنا في عندي دالة اسمها welcome full name. ايش اديته؟ first ولاست. كم باراميتر؟ اثنين. فبالتالي عند الاستدعاء هنا صارت مفهومة اكتر انه الفيرست هذا الباراميتر الاول بيساوي محمد واللاست علي. تمام؟ فهنا حيرحب بمحمد علي. تمام؟ فهاي انت بالنسبة لك واضحة؟ واضح يا شباب؟ طيب نعم؟ ليش ايش؟ وين البنفسجي؟ اللاست لونها بنفسجي؟ لانه عبارة عن باراميتر. انت شوف طلع علي زي هيك. لما انت تيجي تكتب first هيو بتساوي. شايف انت مبين عندك انه ايش مكتوب جنبيها؟ هيو شايف وين انا باشر؟ بي. ايش بي يعني؟ باراميتر. تمام؟ يعني باراميتر انه هاي الباراميتر هذا ايش بيساوي؟ محمد. تعمل كوما تحط الباراميتر الثاني هيو جايبه شايف؟ تعمل كنترول انتر بروح بجيب لك لستة ايش فيه كمان باراميتر. الفيرست هينا احنا اخذنا. بروح على وين؟ على اللاست. ايش حاطط الباقي برضو؟ بي باراميتر. نعم علي. تمام؟ لاحظ انه في السينتاكس انت يعني الايديتور بديه بعمل لك هايلايت للكود كل واحدة بلون. لما تيجي تعمل اف هي صارت باللون الازرق. تمام؟ تحط الشورت اكس اكبر من 10. تمام؟ بهذا الشكل يبقى انت الرقم بحط لك اياه بهذا اللون. لما انت تعمل فور برضو بحط لك اياه انه هي كلمة محجوزة هي فور. شايف كيف صار لونها؟ فالتلوين عشان اللون انت بيخليك انه انت تقرأ الكود بشكل أسهل. نعم. واضح يا شباب؟ طيب احنا مرت علينا الدالة ماكس قبل هيك فاكرها؟ ماكس 3 7 2 ايش بترجع؟ 7. هذه الدالة built in. يبقى هذه اسم الدالة هاي قوسين. هذا كله عبارة عن ايش؟ argument. تمام؟ وهاي العملية ايش؟ assignment. طيب لو اجيت قلت لك هنا ان انا بدي الماكس ل A B C فيش ماكس في حسب الارقام. كيف جابها؟ حسب الاسكي كود. فبالتالي ترتيب ابجدي.
فبالتالي انا عندي الاي بيجي بعديها البي بيجي بعديها السي، فبالتالي انت لو اديته سترينج للماكس ايش بيرجع لك؟ اكبر حرف. ايش معنات اكبر حرف؟ اللي ترتيبه اخير، اللي ترتيبه في الاخر. فبالتالي انا لو اجيت حكيت هنا ويلكم ايش بترجع؟ الاي. انا بحكي ترتيب ابجدي دبليو، تمام، مع انه هي موجوده في الاول. طيب هلو، والله انت يعني انت بتغريني انه اجيب لك في الامتحان يعني شو اسمه انه دالة زي هيك، واذا انت ما كنتش عارف الترتيب الابجدي للاحرف. اوه فبالتالي هنا من هذا الكلام ايش برجع؟ الدبليو. وين حطيناها؟ في متغير اسمه بيك، وهذه العملية ايش اسمها؟ assignment. وكأنه هنا big بتساوي بين quotation زي هيك W. W هذه من وين اجت؟ ناتج الدالة ماكس، هي اللي رجعت اللي رجعتها الدالة ماكس. طب والمين؟ لو وديته هنا هالو وورد ايش بتطلع لي؟ اي تمام؟ لا اتش بيج. فهنا المين لا اتش ما لا اتش ماكس السبب مين يقول لي ايش؟ هذا مين؟ حرف ال اي دي ال او هذا بالله عليك هذا دي سبيس سبيس. فبالتالي انت كترتيب ابجدي انت عندك السبيس تمام؟ قبل البي جي قبل الاي سبيس اه وينه هي؟ اجيب لي سبيس؟ ايش بتفهم من هذا الكلام؟ انه انت عندك الترتيب اول بيجي السبيس بعديها A لزد كابيتال بعديها A زد سمول تمام؟ كيف؟ عفوا العكس العكس A زد سمول A زد كابيتال، لأنه أنت عندك الإتش كابيتال هي رجع لك إياه، فبالتالي الترتيب هذي سبيس خلي بالك تمام؟ ترتيب الأبجدي أنت عندك A زد سمول بعديها A زد كابيتال، واخد بالك تمام؟ طب المين؟ اه هذا المين احنا حليناه اوكي كيف؟ اه مدام هذه دالة المين يبقى انا عندي الترتيب هيك بالضبط مزبوط انا فكرت دالة الماكس كيف؟ لو كانت دالة الماكس بيكون العكس؟ لا دالة الماكس ايش بترجع؟ دبليو اكبر شيء زد سمول صحيح نعم اكبر شيء زد سمول نعم هذا ايش بدها ترجع لك؟ طيب هيك
طيب هيك اتش اكبر حاجه ارجع لي هنا اي زد كابيتال اي زد سمول ايش اكبر حاجه فاهم انت ايش راح يطلع هيطلع دبليو سمول متاكد او انت في عندك مشكله في ترتيب الاحرف الابجديه تمام كيف فانت عندك الارقام قبل الكابيتال وقبل السمول تمام فبالتالي الارقام ولا السبيس فانت عندك هنا من واحد من زيرو لتسعة بعديها سبيس بعديها اي زد كابيتال بعديها اي زد سمول هنا في المين طلعت عندك السبيس يبقى الاول هو السبيس تمام لو شلنا السبيس هيطبع لك الاثنين هيك الترتيب بيكون صح يبقى من زيرو سبيس عفوا بعديها من زيرو لتسعة بعديها اي زد كابيتال اي زد سمول هذا من الاصغر الى الاكبر تمام الماكس العكس هذا من الاصغر طبعا الاصغر من اليسار خلي بالك نعم حكيت احنا قلنا انه الدالة هذه بترجع اكبر قيمة في الحقيقة هي بتعمل ريتيرن ريتيرن يعني ارجاع ارجع على قيمة تمام من نغير الدالة تصير بنفس هذا النظام نغير الدالة هذه اللي احنا عملناها مش كتبنا دالة هاي انه زي هيك بتعمل برنت 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 خليها بنظام ريتيرن شو بسوي ببساطة هذا بلغي وبعمل شايف الفرق وهنا احنا حكينا هنا انه هذه الماكس رجعت قيمة اللي هي الدبليو والدبليو هذه خزناها كيف فعليا بدنا نعمل ارجع من خلال بالضبط هذه الكيبورد من خلال الريتيرن شو السبب انه انت عرفت شفت الفرق بيناتهم
شو السبب انه احنا ممكن في عندي الخيار هذا وممكن في عندي الخيار هذا؟ نفس الخيار تبع الارجمنتس، انه انت بدل ما تخلي انا عندي الانبوت جوا الداله ويكون في عندك تقييد، استخدمنا باراميتر وانت بدك تجيبهم من الكيبورد من خلال السي ال اي، بدك تجيبهم من صفحه اتش تي ام ال. نفس الاشي بالنسبه لطباعه النتيجه، انا برجع لك وانت اظهر النتيجه وين ما بدك. بدك تظهر النتيجه انت عندك على السي ال اي، او بدك تظهر النتيجه انت عندك على صفحه اتش تي ام ال، انت حر. انا برجع وانت اظهر النتيجه وين ما بدك. بدك تخزنها في متغير برضو، انت حر. تمام؟ تعمل عمل برنت. كيف؟ تعمل عمل برنت. لا هيك بده يصير استدعاها زي هيك. ان انا عندي هنا اللارجست بدي اعرفه متغير الواحد بتساوي. تمام؟ وبعمل برنت الواحد. انا حر، انا خزنت النتيجة هنا وين؟ في الواحد. الواحد هيني طبعته. بعدها ممكن اعمل الاثنين بتساوي الواحد زائد ثلاثة، هيني اجريت عليه عملية حسابية برنت الثلاثة. كيف؟ وين في سبيس؟ لا مش تابع للفو، مش بالضروره يكون تابع للفو، يعني جمله مستقله لوحدها. يعني انت هي الواحد ايش حيرجع لك؟ ثلاثة ولا سبعة ولا اثنين؟ حكينا سبعة، هاي طبعنا رحنا زودنا عليها قديش؟ ثلاثة، طبع لك قال اثنين هاي عشرة. هاي مبني على السؤال اللي واضح الفرق بين الريتيرن والبرنت؟ يبقى انت عندك في الدوال، خلينا نجمل الموضوع، انت في عندك حاجة اسمها انبوت وحاجة اسمها اوتبوت. بالضبط، مدخلات ومخرجات. لقيت ممكن انت عندك خيار انه انت المدخلات تكون في انبوت والمخرجات في برنت. تمام؟ يبقى هنا الخيار الاول انه المدخلات من خلال ماشي اجابه صحيح. وفي انت عندك الخيار الثاني اخذنا انه المدخلات تكون من خلال باراميتر، كذلك فضلنا تكون المخرجات من خلال الارجاع ريتيرن. ايش بتديني؟ مرونة اكتر، انه انت حر النتيجة بدك تجمع عليها، بدك تطرح منها، بدك تظهرها على صفحة ويب، تظهرها على الكوماند لاين انترفيس سي ال اي، بدك ترسلها عبر الشبكة، انت حر. تمام؟ فبتدي لك مرونة أكثر. طبعا الخيار الثاني طيب، يعني الأهمية تبعته أنه هو يعطي المرونة. هذه شايفها وين؟
هاي انت عندك في الكود، هذه نتيجة الرقم الأكبر خزنته في متغير، هنا أجريت عليه عملية حسابية، هنا طبعته مباشر، هنا أجريت عليه عملية حسابية وبعدين طبعته. تمام؟ هنا نتيجة الاستدعاء عملناه خزناه في المتغير اسمه الواحد. طيب. هذا الكلام تقدرش تسويه إلا إذا كان في ريتيرن عندك في الدالة. هيك أنت طبعته بشكل مباشر. هيك أنت زودت عليه ثلاثة وخزنته في متغير تاني. بالضبط. وهنا طبعته متغير تاني. فبالتالي هذا الكلام لو كان برينت بتقدر تسويه. لا هاي شوف كيف زي هيك، هاي 7 و10 لانه احنا زودنا هنا 3 7 و10 3. لكن لو كان الكلام هذا برينت، هاي هذا بدي اعلق لك اياها وارجع لك البرينت. شغل بزبطش معك يعني بدون ريتير، انه انت تخزن في متغير تمام وتجري عليه عمليات حسابية. تمام؟ يبقى هذا الكلام فقط بتقدر تسويه مع الريتير، مع انه انت هي مش تطلع النتيجة، انت طبعتها ظهرت على الشاشة ولكن القيمة تبعتها تبخرت، لكن في الريتير انت احتفظت فيها وين؟ في هذا المتغير. تمام؟ كيف؟ في البرنت انه ظهرت النتيجة على الشاشة وتبخرت، لكن في الريتيرن قدرنا انه احنا النتيجة هذه نلقطها وين نخزنها؟ في متغير. تمام؟ نص السؤال ايش بيكون؟ اكتب دالة لتمرير 3 ارقام بدل وطباعة وارجاع الرقم الأكبر. خلاص هذه الملاحظة صار ملهاش لازمة لأنه أنت صرت عارف، لما أقول لك لتمرير عارف مطلوب شو يعني. تمام؟ طيب اكتب عندك اكتب برنامج، عفوا اكتب دالة لتمرير 3 ارقام وارجاع متوسط. طيب خليك معي يا استاذ، امنع الكلام، خليك معي. بقول لك اكتب دالة على طول ديف، تمام، لتمرير. ما دام انا عندي التمرير يبقى بدك تستخدم الارجمنتس هنا، فهنا بدي استخدم انه اسم الدالة مثلا افريج، تاخذ عن 1 عن 2 عن 3، هاي مقصود بالتمرير، ما تنسى هاي الشغلة. تمام؟ انتم مصرين ان الكود تبعكم صح، بس دي مش بس ناقص كذا. تمام؟ طيب بدنا انه نجيب المتوسط. ممكن اقول انه الافريج بتساوي ان واحد ريتيرن اختصر لك اياها اكثر، ليش انه انت بتخزن في متغير وبعديها بتعمل له ارجاع؟ خلي الكلام هذا زي هيك. ايش راح يسوي قبل ما يعمل ريتيرن؟
بحسب ناتج هذا الاكسبريشن وبعدها بعمل ريتيرن. تمام. الان في الاستدعاء 3 اي ان 1 بتساوي 3، ان 2 بتساوي 7، ان 3 بتساوي 10. قديش 10 و10 20؟ 10 و10 تقسيم 3 تقريبا 6 و6 و9. هنا انا نسيت انه انه ار بتساوي هنا برنت. ليش برنت؟ ليش برنت ها؟ حطيت هاي ريتير. تمام. خزننا نتيجة الدالة هذه في R. تمام. وهنا بدنا نطبعها. هنا بطلع 6 و6 و60 من 10. في ممكن نعمل هذا الكلام بشكل مباشر. مش يعني ثواني بس. ممكن نعمل print average وحط ان واحد بتساوي 15، ان 2 بتساوي 20، ان 3 بتساوي 25. فبالتالي هنا ناتج القيمة اللي بترجعها هذه الدالة حيتم طباعته بشكل مباشر 20، اللي هو متوسط ال 15 وال 20 وال 25، هو فعلا 20. تمام. بنفع انه انت ممكن تقول زي هيك اي في جي، تحط كومة برضو بيمشي الحال. بنفع ايش؟ بنفع. فهنا بنعمل انبوت برا اكس بتساوي انتجر انبوت اكس، وهنا هذا الكلام برضو للواي والزد. نعم. ايش يا استاذ؟ فاضي هناك في المودل، بس هنا عشان انه انت تستوعب معايا في الشرح بحط رسالة وبعديها هنا بتروح تستدعي انه الافرج حل تاني. هذا مش حل تاني، استدعاء تاني. اكس زميلك بيسأل لو بدنا ندخلهم من الكيبورد ايش نسوي؟ هاي دخلناهم من الكيبورد وهي استدعينا الافرج. هذا استدعاء طريقة مختلفة. فهنا طلب الاكس قديش؟ 12 13 14. قديش المتوسط؟ 13. نعم 12 و66، مجموعهم على 3. واضح؟ سامع؟ بتقول ما فهمتش؟ ها ناش و 13 عندك 2 و 3 5، 25 و 14 9، تقسيم 3 12 و 66. تمام؟ واضح قصة الريتيرن؟ لو سألتك في الامتحان امتحان نهائي واضحة؟ خلاص. يعطيكم العافية.